السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد مع وصفه جديده. الوصفه اليوم ان شاء الله غادي تكون على شكل مخامر او خبيزات معمرين. نبداو كيف العاده بالمكونات. بسم الله. كيف العاده غادي نبداو اول حاجه بالعجينه لان هي كتقبض الوقت، وغادي نذكر معكم المكونات. اول حاجه عندي الدقيق، عندي هنا زلافه كبيره ديال الدقيق، القمح ممكن تعوضوها بفينو، زلافه كبيره ديال الدقيق فورس، والماء دافئ باش غادي نعجنوه. وعندي هنا معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، الا كان الجو بارد غادي نحتاجو معلقه ونص. وهنايا عندي الملحه حسب الذوق، ومعلقه ديال السكر. الحشوه اللي غادي نحتاجو في الخبيزات، الحشوه عندي هنا 3 ديال الفلفلات كبار مخلطه بالحمراء والخضراء اللي مغسولين من قبل ومحيده للمزريعه، نقطعهم طريفات صغار بحال هكا. وعندي هنا الزيتون رونديل قطعته طريفات صغار باش ما كيقطعناش العجينه. وعندي هنا الربيع، قزبور ومعدنوس مخلطين ومقطعين. وعندي هنا التوابل، التوابل عندي فلفله حمراء معلقه كبيره تحميره، شويه ديال البودره ديال الثوم، قليل من الملح حسب الذوق. وعندي الهريسه، وعندي سكينجبير راس معلقه، والابزار. وعندي هنا شويه ديال اللدان اللي عندي مشرمل من قبل، هذا ممكن تستغناو عليه كيف ممكن ديروه، انا اضافه مني فضلت نديرو. وعندي هنا الشحمه طريفات صغار مقطعين، الشحمه ديال البقري هذه. وعندي هنا بصله كبيره مشلطه مقطعة صغيرة. هادو هما المكونات، وهذه هي الوصفة تاع اليوم. كما قلت لكم اول حاجة غادي نبدا بها هي العجينة باش تخمر ليا وتلقى الوقت فين ترتاح. غنجيب واحد البول فاش غادي نعجن، ونحيد هاد المكونات حتى نعجن. عاد ندوز ان شاء الله للحشوة. كما قلت لكم هنا زلافة، انا عبرت زلافة زلافة من كل حاجة، زلافة ديال القمح، نضيف عليها زلافه ديال الفورس، طبيعه الحال دقيق مغربل من قبل. غادي نحركهم وغنضيف الخميره والملحه وسنيده باش كتعطيني ديك التحميره. غادي نديرهم انا يتعجنوا ليا في العجانه كيف ممكن تعجنوهم بيديكم. صافي دابا انا غادي نعجنهم بالعجانه وان شاء الله نتلاقاو. العجينه هي هذه بعد ما تعجنت ليا في العجانه. صافي غادي نحيدها، غادي نحيدها وندوز نشكلها كويرات صغار. جبت هنا واحد البلاطو وشويه ديال الزيت، غادي نبدا نغطي يديا وندهن هذا البلاطو حتى هو باش نبدا نحط فيه الكويرات. ضروري العجينه خاصها ترتاح، بيد ما ترتاح ندوزو حنا نحضرو ديك الساعه ان شاء الله الحشوه. كنشكلوهم بحال هكا على حساب الحجم اللي بغيتو، يا كبار يا صغار، بشكل عادي بحال كنديرو مسيمنات بهذه الطريقه. غنبقى هكا حتى كنساري العجينه بنفس الطريقه، كنشكلها كامله كويرات. الخبيزات راني شكلتهم كاملين، خرجوا لي هنا 10 ديال الحبات. غنجيب هنا السلوفان باش نغطيهم يرتاحوا ليا، كل ما ارتاحوا كيساعدوني في التليق ديالهم. كنغطيهم باش ما كي
متنشفوش حتى شي حاجة، ومنها كيرتاحوا لينا. ندوز دابا نحضر معكم الحشوة. وهنا راني رديت المقلة كتسخن، غنضيف الزيت، ما غاديش نكتر لان الشحمه هي راه غادي مازال تطلق لي ليدان، داكشي علاش ما غاديش نكتر. غير يسخن شويه الزيت ونضيف البصله، نضيف البصله ونضيف الفلفله ونحركهم مع بعضياتهم، ونضيف عليهم ديك التوابل، التوابل اللي ذكرت معكم في الاول، التحميره، الابزار، سكنجبير، والثومه بودره، والهريسه. غير يطيحوا واحد شويه، وغادي نضيف لدند، لدند اختياري، ممكن تكتفوا غير بالشحمه. كنحركهم مزيان، نضيف الربيع اللي مخلط، نصبوه معدنوس. وفي هاد الاثناء غادي نضيف لدان اللي مقطع حتى هو طريفات صغار، ومشرمل حتى هو عندي من قبل. حتى غادي نخلي هاد الشيء، ونضيف اخر حاجه اللي هي الشحمه مقطعه طريفات صغيرين. صافي، كنبقى نحرك هذا الشيء مره مره حتى كيدخلوا الطياب. هنا كما كتشوفوا معايا الشحمه راه بدات كتذوب، ها هي حتى من الخضر بدا كيدخلها الطياب، ولا دانت حتى هو دوك القطع اللي كنت درت. وغنخليها تتنشف ليا مزيان، وغنضيف دابا الزيتون الاخضر اللي كنتو مقطعتو من قبل طريفات صغار. حتى الاخير عاد كنضيفو، كنبقى ديما نحرك حتى كنشوف داكشي نضج ليا مزيان. عاد كنهبطو من فوق البوطه، وكنخوي بشي طبسيط ضروري. الحشوه خاصها تكون بارده، لان الا كانت سخونه كتقطع العجينه. هذه هي الحشوه بعد ما طابت ليا، خويتها هنا في الطبسيل باش تبرد ليا. وعندي هنا المخامر بعد ما ارتاحوا ليا، نحيد لهم هذا السلوفان، وغنجيب واحد القطعه كنرشو بالدقيق ولا بالزيت كندهنو، كيبقى لكم الاختيار. وغنسرحها بشكل عادي، كنسرح من الجناب، والوسط كنخليه شويه غليظ بحال هكا. وغندير الحشوه القياس اللي غادي يقدني، مثلا جوج معالق ولا معلقه على حساب واش بغيتوهم عامرين بزاف ولا غير شويه. صافي، وكنهزو العجينه بشكل عادي، وكنردها عليها باش كتبقى لي الحشوه لداخل بحال كنجمعوا شي كموسه بحال هكا، وكندخلوها كنرشوا بالدقيق، وكنقرصها بشكل عادي، ما كنبركش بزاف باش ما كتثقبش وما تخرج ليش الحشوه. غنجيب واحد البلاطو وغادي نفرش ليه واحد التربيته ولا منديل، ونخليها تخمر فيه مده 10 دقائق، ومن بعد ندوز نطيب معكم بشكل عادي. نعود معكم وحده اخرى نفس الطريقه، كنجيب الدقيق كنديرو من التحت، كنطلقها بيديا بشكل عادي، وكنهز الحشوه عاود، وكندير نسرحها شويه، كنعاود نجمع عليها
بحال هكا وانا كنهز. كنبدا نقرص كنبقى هكا حتى كنسالي العجينه كامله بنفس الطريقه. غنعاود معكم واحده اخرى بنفس الطريقه. الخبيزات هما هادو، بعد ما كنساليهم كاملين بالتكراس كنجيب هنا واحد المنديل وكنغطيهم يرتاحوا ليا مده 10 دقائق وندوز ان شاء الله نطيبهم معكم بشكل عادي. غندوز نطيب معكم ان شاء الله المخامر او البطبوط اللي درناه معمر مع بعضياتنا. راني شلت على المقلاة من قبل تسخنت مزيان وغنبدا دابا نحط لان ارتاحوا ليا مده 10 دقائق. ممكن نرشو بالزيت كيف ممكن لا، انا غنرش واحد شويه ماشي بزاف. الا ما بغيتوش تدهنوا كطيبوهم عادي، كيبقى لكم الاختيار. صافي غادي نحط بشكل عادي المخمار يطيب ليا غير كيقبط راسو. كنقلبوا للجهه الاخرى وضروري المقله تكون سخونه. غادي نقلبها الجهه الاخرى، غادي نرش غير شويه ماشي بزاف. وكنبقى ندور فيها باش كتجيني مهويه من الداخل. غير كنحسو بها طابت كنقلبوها تاني للجهة الأخرى تاخد ليا اللون. كنرش غير واحد بس شوية ماشي بزاف بالزيت. غادي نشوفها واش طابت. صافي بانت ليا تحمرات. صافي غادي نحيدها ونعاود ندير معاكم واحدة أخرى بنفس الطريقة. غادي نرش شويه كما قلت لكم، نعاود نهز واحده اخرى. بحال هكا ممكن نضيف انا ثلاثه حتى لجوج في هذه البقله لانها كبيره. ونرش شويه بالزيت وغادي نقلب هذه. غنبقى هكا ان شاء الله حتى كنسالي الخبيزات كاملين بنفس الطريقه، طريقه جد مفهومه جد واضحه. بحال كنطيبوا البطبوط عادي وان شاء الله نقدمه معكم في اخر الفيديو تشوفوهم كيفاش جا. كما كتشوفوا معايا هادو هما المخيمرات اللي حضرت معكم اليوم بحشوه جد بسيطه. كنتمنى تجربوهم صراحه كيجيو لذاد، مكونات سهله وبسيطه ممكن اي واحد يديرهم، كيصلحوا للكوتي. وكيف العاده ما تنساوناش ملي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش كيوصلكم بكل جديد. وكنشكر الناس اللي كيلتحقوا بالقناه كنقول لهم شكرا ومرحبا بكم عندي. غادي نقسم معكم وحده باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل. نختار معكم هي كتجي عامره راه باقا سخونه.
نتمنى تجربوها في البيوت ديالكم وتفرحوا بها وليداتكم. ها هي راه كتجي عامره مزيان، كلهم كيجيو عامرين. وصلنا للاخر ديال الفيديو، كنقول لكم شكرا على التتبع ديالكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.